ولي المزيد من التفاصيل والمعلومات حول التطورات الميدانية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء العملية البرية في الجنوب، ينضم إلينا الآن من وسط غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك، لنتحدث في البداية عن ما يحدث الآن في الشمال وفي الوسط حيث أنت متواجد. أهلا بك سارة. يعني الشمال وأيضا مدينة غزة تتعرض بين الفينة والأخرى لغارات مكثفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا يترافق أيضا سارة مع قصف من الزوارق الحربية التي تجوب ساحل المنطقة الشمالية من قطاع غزة وأيضا ساحل مدينة غزة، وأيضا يترافق مع قصف من الدبابات والمدفعية الإسرائيلية، وخاصة المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة وتحديدا في منطقتي حي النصر وحي الشيخ رضوان، حيث سمعت يعني عدة انفجارات في تلك المنطقتين ناجمة عن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية. وأيضا هنا في مدينة غزة وتحديدا في حي الزيتون وحي الشجاعية تم يعني عدة غارات واستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل المواطنين. وأيضا في شمالي القطاع وتحديدا في مخيم جباليا وبلدة بيت لاغية تم استهداف على الأقل 3 منازل خلال الدقائق الأخيرة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وأيضا المصابين في صفوف الفلسطينيين. ولكن في المنطقة الجنوبية سارة وتحديدا في مدينة رفح إلى الجنوب من القطاع قبل دقائق يعني معدودة تم استهداف منزلين يعودان لعائلة الغمص وأيضا عائلة البواب، ما أدى إلى سقوط على الأقل 20 ضحية والعشرات من الجرحى والمصابين. أيضا في المنطقة الجنوبية وتحديدا في خان يونس التي يعني حاليا تشهد عملية توغل من قبل الآليات والدبابات وناقلات الجند والمدرعات الإسرائيلية، والتي انطلقت من منطقة القرارة التي تقع إلى الشمال الشرق من مدينة خان يونس، وهذه الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتمركز الآن على مفرق المطاحن، وذلك على طريقي على طريق صلاح الدين على الجانبين الشرقي وأيضا الغربي في تلك المنطقة. وكل ذلك صار يأتي في ظل يعني تغطية نارية كثيفة سواء من هذه الآليات العسكرية أو من الطائرات الحربية التي تجوب تلك المنطقة، ويترافق ذلك أيضا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تجوب مختلف أجواء القطاع. إذن خضر، أذكر بما أفت به، إذن سقوط نحو 20 ضحية في استهداف لمنزلين في رفح جنوب القطاع، كذلك تحدث عن استمرار القصف في شمال القطاع وفي الوسط حيث أنت متواجد وفي مدينة غزة تحديدا. في بلدية غزة خضر كان يتحدث القائمون والمسؤولون في البلدية عن توقف إمدادات المياه في أي وقت الآن بعد نفاد الوقود، هل هناك أي معلومات وهل توقفت إمدادات المياه؟ بالفعل توقفت إمدادات تزويد المياه للسكان في مختلف أحياء مدينة غزة بعد نفاد كميات من الوقود والتي كانت دخلت أثناء سريان التهدئة خلال 7 أيام والتي انتهت يوم الجمعة الفائت وتحديدا عند الساعة 7 بتوقيت فلسطين. هذه الكميات نفدت من بلدية غزة والتي تعتبر من أكبر البلديات هنا في قطاع غزة، وهذا أيضا ينذر بكارثة يعني إنسانية لدى المواطنين هنا في مختلف مناطق مدينة غزة وأيضا في المناطق المحيطة بها. أيضا سارة كان اليوم هناك استهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى داخل بلدية غزة وتحديدا طابقين تم استهدافهما في المبنى الذي يقع في الجهة الجنوبية من البلدية، إضافة أيضا إلى استهداف من طائرة حربية إسرائيلية للساحة الجنوبية داخل بلدية غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في هذه في مبنى وأيضا في هذه الساحة. أيضا بلدية غزة هي مهددة من قبل الجيش الإسرائيلي وأنها ستتعرض لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي حسب ما يعني قال أفادنا مسؤولون داخل البلدية. شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من وسط غزة مراسل الحدث خضر.